قال عضو مجلس محافظة الأنبار عن كتلة الاستقرار عدنان الكبيسي إن زيارة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني جاءت لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الأنبار وتأكيد سرعة إنجازها وخصوصا المتلكئة منها. طبعا زيارة كانت بالأصل زيارة لتفقد المشاريع الاستراتيجية في داخل محافظة الأنبار عموما والاطلاع عليها وداخل مدينة الرمادي خصوصا. طبعا تأكيدات الدولة دائما تكون على الإسراع بإنجاز المشاريع، متابعتها، متابعة من خلال مجالس المحافظات والمتابعة كذلك من قبل الجهات التنفيذية. شفنا ببغداد شلون المشاريع أنجزت بمدة قصيرة وبجودة عالية، كذلك اليوم هذه نظرتنا من خلال مجلس محافظة الأنبار على متابعة وإنجاز المشاريع المتلكية.